لماذا لم يقل النمرود لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا الذي أخرجت الشمس من المشرق؟ عندما قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما استطاع أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. ولو قال أنا الذي أخرجت الشمس من المشرق لشهدت الأمة عليه بالكذب وقالوا له قبل أن تخلق والشمس تخرج من المشرق فأنت كاذب، فما استطاع أن يقول هذا.